وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. هاي ليه؟ هذه هدية. اوكي شو هي؟ والله انا زوجتي قالت لي جيب لها شوكولاته. مزبوط، انا بحب الشوكولاته. أيه؟ يمكن اكثر من غير اخواتي كنت عندي تعليق، يعني كنت معلقه ببي بشرط بطريقه مش عاديه، لانه اهتمامه في من انا وصغيره، اهتمامه بعلمي، اهتمامه بانه يعني يتعامل معي كاني شخص كبير. يثق فيك ويثق فيي. أيه؟ خلاني طبعا ميل له بشكل صار حب حياتي. مسرح محمد عبده حلو المسرح، كتير رائع وكبير جدا، وكان فول هاوس وانا انبسطت كتير حقيقة، كتير حلو. حسيت انت عندك تجارب غناء في اماكن مختلفة صح؟ ايه. شلون شفتي الجمهور السعودي؟ بحب الحياة. بتعرف قبل ما غني اول مرة بالسعودية، عم بحكي من سنتين ثلاثة، كان لأنه كان من المستحيلات أنه يصير في حفلة بالسعودية، كان حلم لإلنا أو لإلي كفنانة أنه أقدم حفلة بالسعودية. حلم للسعودية، المطربين السعودية، وحلم مش السعودية كمان. إيه؟ فبتحس هيك تحقق حلمك هيك، عم تتعاطى ديراكت مع الناس، عم بتشوفهم مش بس من خلال مواقع التواصل أو أنه مقابل، مش شايفهم. حلو كتير شلون تفاعلوا معك. طبعاً